حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. أولى مواضيعنا في هذه الحلقة هو موضوع، أو في هذه الفقرة هو موضوع مهم، موضوع يدعو إلى الفخر والاعتزاز بأحد قامات العراق اللي رحل عنه، وهو رحل شهيد، رحل حامل معاه يعني كل كلمات، يعني ما نقدر نوفي حقه بصراحة، أبدا ما نقدر نوفي حقه. الشهيد البطل أبو تحسين الصالح اللي قتل ما يقارب من 300 إلى 350 داعشي بسلاحه القناص. أكو تمثال بالناصرية صار ترندها اليومين، تم إنشاء تمثال إلى الشهيد في محافظة الناصرية. التمثال يعبر عن شموخ هذا الشهيد البطل الراحل أبو تحسين الصالح، اللي كانت كلماته أيام التحرير انتوا ارتاحوا وقعدوا وتونسوا وإحنا ندافع عنكم. هاي واحدة من كلماته. هذا البطل اللي ماليش شيب، وأكيد شيبته مباركة، ما تقدرته في حقه لا بتمثال ولا بكلمات ولا بتكريم ولا بكل الأمور ما تقدر. بس هي مرات تصير استذكار لشخص مقاتل بطل من أبطال العراق اللي على إيده كانت أيام التحرير، والأخبار اللي توصلنا تم قتل العشرات والمئات من إرهابي داعش الجبناء اللي يختلون تحت الأرض وبالمنازل وحتى ويا المواطنين. فاليوم ترندنا الأول اللي هو خلينا نشوف وياكم صورة للتمثال اللي وضع في محافظة الناصرية، يقف شامخا تمثال شيخ القناصين الشهيد أبو تحسين الصالحي، يتوسط محافظة ذي قار بعد إنجازه. هذه هي الصورة، صورة التمثال اللي أنشئ في محافظة الناصرية. هذا هو البطل الشهيد اللي مثل ما قلت لكم ما نقدر نوفي حقه أبدا، مستحيل في أي يعني محفل، في أي مناسبة من ينذكر اسمه فتنذكروا يا الشجاعة، البسالة، القوة، الإيمان، الإخلاص للوطن اللي مبعد عن الكثير من الناس، الإخلاص للوطن اللي ماكو بشر ممكن يقدر يخلص، فقط المقاتلين أمثاله، الشهداء اللي استشهدوا وهم يحررون هذه الأرض، الدماء الطاهرة اللي سالت على الأرض في سبيل تحرير البلد من عصابات داعش الإرهابية، ومن يقف خلفهم من جهات ودول تساند هذه العصابات التكفيرية. هذا هو التمثال اللي أنشئ في الناصرية، وهذا هو الموضوع الرائج منذ يومين. خلينا نشوف التعليقات. يقول علي العراق الغيور ألف رحمة على روحك الطاهرة. أما علي الخويلدي يقول هنيئا لأهالي الناصرية، نصب تمثال شيخ القناصين أبو تحسين الصالحي رحمه الله. يقول طارق يقول ولد في البصرة واستشهد في الحويجة ودفن في النجف وتربع تمثاله في قلب ذي قار رحمه الله وأسكنه فسيح جنة. فعلا يعني انولد بالبصرة، استشهد بالحويجة، اندفن بالنجف، تمثاله بالناصرية، أربع محافظات ما بين شمال العراق وجنوبه ووسط العراق، دفن في وسط العراق، ولد في جنوب العراق، استشهد في شمال العراق. هذا هو
هذا هو تجسيد مصغر لهوية المقاتل البطل. 350 داعشي على ما أعتقد. انطوني هسه أنا شوي أريد أنفتح أطلع من الرسمية. انطوني مسلسل عراقي، فيلم عراقي صار على حياة هذا البطل. الناس تبتكر وتسوي قصص خيالية بهوليوود وبمصر وبلبنان وبسوريا وبهاي البلدان اللي تنتج مسلسلات وأفلام، تنشئ قصص خيالية من 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 خيال المؤلف. ما هو احنا ما يحتاج لنا، ما يحتاج لنا خيال ونجي نألف، ما هو موجود على أرض الواقع. أمنيتي وهاي دعوة للمنتجين ودعوة للكتاب وأيضا الممثلين، أمنيتي أشوف لي عمل في رمضان أو غير رمضان يجسد حياة هذا البطل المقاتل، حتى الناس من نتباوع الأجيال اللي انولدت وما تعرفه حتى تعرف أنه هذا بطل، هذا مقاتل، هذا شهيد استشهد من أجل الوطن وهو كبير في السن وبقى يقتل بالعصابات، عصابات الإرهاب الداعشي. هاي دعوة مفتوحة مني أنا مواطن بسيط، أتمنى من المنتجين والكتاب وأيضا الممثلين سوونا عمل يجسد دور هذا البطل، عمل فني مسلسل أو فيلم سينمائي. خلي الأجيال، خلي الناس تعرفوا إحنا شعدنا من أبطال، شعدنا من 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 ناس تضحي لأجل الوطن. خلي شوية غيرة تصير عند الباقين اللي الأجيال اللي راح تطلع. ما إحنا سمعنا قصص من ولدنا عن فلان وفلان والأساطير والأبطال، بعدين شفناها بعيوننا، شفناها عند أبو تحسين بعيوننا، شفناها فيديوهات نشوف، صور نشوف من القتال وأيام التحرير. خلونا نشوف عمل سينمائي أو عمل درامي عن أبو تحسين الصالحي. أتمنى من عندكم يا منتجينا يا فنانينا، خلنا نشوف عمل يجسد دور الشهيد المرحوم وكيف كان بطل ومقاتل شرس. ترى 350 داعش بشر كاتل، 350 داعش هاي مو قليلة، هذا بطل سوبر هيرو، هاي عد هوليوود سوبر هيرو. هذا بعد هاي رسالة مني لكم، وأتمنى أنه أحد يستجيب أو أحد يسمع. عبد اللطيف يقول رسالة للجيل القادم، إن هذه الشيبة قاتلت بأكثر من حرب للدفاع عن الوطن وبكل شراسة، وكانت رسالته للعراقيين عيشوا حياتكم، إحنا ندافع عنكم، طلعوا تونسوا درسوا، إحنا موجودين. يا أخي هاي كلمات صدرت من عنده، كلمات قالها قبل لا يستشهد. عيشوا حياتكم، إحنا ندافع عنكم، طلعوا تونسوا ادرسوا، إحنا موجودين. وين تلقيتي واحد، وين تلقيتي بطل مقاتل الله يرحمه ويلهم ذوي الصبر والسلوى. والله هم أنا متأكد أهله وذويه وعشيرته وأقاربه يفتخرون بهذا البطل، بهذا المقاتل، هذه الشيبة المباركة. الله يعجز اللسان عن النطق، عن الوصف، شو تريد توصفه ما تقدر. الرحمة والخلود للشايب قائد النصر. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول اللي هو موضوع تمثال اللي تم نصبه في ذيقار للشهيد البطل أبو تحسين الصالح. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة هو أيضا موضوع مهم، دائما ما كنا نتحدث بهذا الموضوع اللي هو موضوع المياه وما وراءها من خفايا وكواليس وأمور، وناس تطلب وناس تريد وناس تقول يابا يجب أنه نسوي هيك ويجب أنه نعمل ويجب ويجب ويجب. في تصريح لدولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني قال نعتزم الذهاب في تحلية مياه البحر
لمواجهة شحة الموارد المائية. تصريح مهم ويجب أنه إحنا نبقى وراء هذا التصريح، أنه يجب تحلية مياه البحر. هسه البعض يقول إحنا مين بحر؟ خوي إحنا عدنا بحر، عدنا تقاء النهرين في البصرة وشط العرب، وشط العرب يذبون بالخليج، والخليج هذا بحر كبير، فإحنا نقدر نحلي مياه البحر. أكو دول ما عندها أنهر، ما عندها أنهر، مين تشرب مي؟ تشرب من البحر، تحلل مياه البحر وتضيف لها هاي المواد اللي ممكن هي تكون موجودة. يعني شعب بالكم قابل، ترى الدول اللي عندها أنهر دول بسيطة، يعني مو هواي. إحنا نعم الله علينا بنهرين، ولو نهرين ذني راح يجفن. مصر عندهم نهر، لندن اكو نهر، السودان هو نفس النيل ويمر بالسودان وكينيا، احنا كذلك، احنا وسوريا وتركيا وايران على ما اعتقد بخصوص دجلة والفرات. فممكن احنا دول بسيطة نعم الله علينا بانهر، اكو دول ما عندها انهر، دول ساحلية، ساحلية، دولة مثل المغرب دولة ساحلية ما عندها نهر، عندها مي البحر، تستفيد من هذا مي البحر، تقوم بتحلية المياه حتى يتم استخدامها. لذلك خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وأيضا ردود أفعال الناس. السوداني: نعتزم الذهاب في تحلية مياه البحر لمواجهة شح الموارد المائية. هذا هو التصريح اللي انتشر بالسوشيال ميديا. زيد يقول: استعجل شوية وكلف شركات النفط الوطنية أو العالمية بسرعة هذا الإجراء حتى نعدد مصادر المياه. أما عدنان يقول: توجه واقعي جدا مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى. بالفعل يا عدنان، توجه واقعي مع الاستفادة بتجارب الدول الأخرى. فاضل يقول: الحل بسيط وعيونك، فجر عيون بأوطأ نقطة قرب الحدود، راح تجيك مياه السدود جوفيا، وخلي سدود بكل محافظة سد خاص بها. هاي الموضوع أنا ما مفتهمه. فجر عيون بأوطأ نقطة قرب الحدود، راح تجيك مياه السدود جوفيا. والله يا فاضل أو فضيل، إذا كلامك هسه أنا ما 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 سامحي شيء قبل، بس إذا كلامك ماخوذ بي عند بعض الدول، فليش لحد من الجيل هيك مواضيع؟ بل يجب إنه نسوي هيك مواضيع بالعكس. زين، فهذا كان التعليق. أما نبيل يقول: ماكو أي خطط ونعاني من سوء إدارة بكل شيء، منها المائية، الهدر والسقي والزراعة وأحواض الأسماك واستخدامات المنازل. يجب حصر استخدام المياه في فترة جفاف الأنهر فقط لتوفير مياه صالحة للشرب، مع وضع العدادات وفرض الضرائب للمبذرين. أنا مع هذا القانون، ترشيد استهلاك المياه، أخلي عدادات المبذرين أنه لازم يعاقبهم. آخر تعليق من قيس يقول: ليست هناك أزمة مائية في العراق، المشكلة تكمن في سوء استخدامها، سواء للسقي أو الاستخدام المنزلي. الحل يتمثل باتباع الطرق الحديثة. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اللي هو بالطرق الحديثة. يقول: زين، احنا ممكن هاي الطرق الحديثة نستخدمها، بس بعد خلينا نشوف تحلية مياه البحر وين راح يروح هذا الموضوع. موضوعنا الثالث في هذه الفقرة هو موضوع دائما ما نتحدث به. وزارة العمل تقول: أعداد العاطلين عن العمل في العراق تجاوز 1.7 مليون عاطل،
احنا دائما ما نحكي بهذا الموضوع ونشجع انه يابا القطاع الخاص اشتغلوا شغل خاص، التعيينات وين تريد توصل بيكم، ايش قد نريد نعين، بس الرقم اللي تم ذكره 1.7 مليون عاطل عن العمل، هذا رقم كبير. لذلك احنا نريد نفتح هذا الملف ونعرف هذا الرقم حقيقي ام لا، ونريد نعرف ايضا اكو توجه من قبل الوزارة يعني لحصر هذول الناس، اعطائهم فد راتب معين، ايجاد حل لهم بالعمل، تعيينات، وظائف، يفتحون مشاريع خاصة. يعني مو كله تعيين تعيين تعيين، احنا لازم نعرف هذا الموضوع. اليوم تقول اعداد العاطلين عن العمل في العراق تجاوز 1,700,000، مليون عاطل. لذلك احنا نريد نتكلم اكثر حول هذا الموضوع. عندنا اتصال هاتفي حتى نتكلم عن هذا الموضوع، اذا مخرجنا ذا الاتصال جاهز. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله ضيفنا العزيز، اهلا وسهلا بك في قناه الايام الفضائيه عبر الهاتف. اعتقد سمعت الكلام اللي تحدثت به قبل قليل. بالبدايه نريد نعرف من خلالك، هل هذا الرقم صحيح اللي صدر عن الوزاره؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم الكريمة والأستاذ المشاهدين والمستمعين الكرام، حياك الله وسهلا. العدد المسجل كباحثين عن العمل في قاعدة سيارات وزارة العمل هو 1,700,000 باحث عن العمل، الرقم اللي طرحته هو صحيح. زين، نعم. أريد أعرف من خلالك، أنتوا أكيد عندكم رواتب للرعاية، واكو ناس هواية ما اعرف العدد جقد اللي تنطوهم، المعين والغيرها والغيرها، تنطون رواتب وتساعدون الناس. اريد اعرف الوزارة يا استاذ عباس عدها فد مشاريع للنهوض بالواقع الخاص، العمل الخاص، ممكن تسوي تفتح ابواب للعمل الخاص؟ ليش الناس عاطلة عن العمل؟ ماكو قطاع خاص ممكن يتفعل بهذا الموضوع يا استاذ عباس؟ نعم استاذ عزيز، مثل ما تعرفت البرنامج الحكومي الذي اطلقه دوله رئيس الوزراء المحترم، واخذ بنظر الاعتبار هو تشغيل الباحثين عن العمل ومعالجه البطاله. احنا في هذه الفتره والفتره السابقه قامت وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه من خلال دائره العمل والتدريب المهني اطلاق مبادره منصه مهن اللي يمكن اخذت فداها في الاونه الاخيره. زين. هذه المنصه لتوفير الفرص للباحثين عن العمل من خلال التقديم الالكتروني. حلو. هذه المنصه هي التجربه الاولى في العراق. زين. هي تجربه الكترونيه، هي فتحت المجال امام الباحثين عن العمل عفوا للتسجيل بشكل مباشر. جميل. ويكون الربط مباشر من قبل صاحب العمل والعامل. زين. يعني اصحاب العمل يقومون ايضا بتسجيل مشاريعهم عبر هذه المنصه ونشر المهن اللي مطلوبه. جميل. يقوم الباحث عن العمل بالدخول عبر هذه المنصه والتسجيل، ويكون ربط مباشر بين اصحاب زين. العمل. اكو استجواب صار من قبل الناس العاطله عن العمل؟ اكو ناس اشتغلت؟ لغايه نهايه الدوام لهذا اليوم المسجلين في منصه مهن وصل العدد ما يقارب 40,000 باحث عن العمل. جميل. وقام بتسجيل مجموعه من الشركات الرصينه المعتمده يعني عندنا بالدوله، تم تسجيل ايضا من خلال هذه المنصه. زين. واحنا عندنا برامج اخرى ايضا، احنا من خلال القروض اللي بنعطيها احنا كدائره العمل والتدريب المهني هي لتسهيل على شبابنا من خلال قيام مشاريع صغيره ومشاريع مدرعة الدخل، هذه ايضا هم بتوفر تقريبا نسبه البطاله، اضافه الى عندنا احنا كبرامج الدورات التدريبيه، هذه دورات تقوم دائره العمل والتدريب المهني باعداد دورات كافه الباحثين عن العمل مجانا. حلو. للمهن المطلوبه في سوق العمل. جميل. الاوائل يعني اوعد السيد الوزير بقرار مجلس الاداره الاخير، الاوائل من هذه الدورات يمنحون قروض من اجل دمجهم في سوق العمل. زين. واضافه الى
إضافة إلى ذلك إحنا عندنا برنامج حاضنات الأعمال. برنامج حاضنات الأعمال هذا يصل مبلغ القرض 20 مليون، يقدم لأي باحث عن العمل عنده مشروع ابتكاري يساعد بتطوير سوق العمل ويقوم بتسجيل الباحثين عن العمل، هذا أيضا يقوم بالتسجيل مباشر. الوزارة قدمت تسهيلات كبيرة بهذا الموضوع. زين، هاي المواضيع اللي ذكرتها أستاذ عباس والبرامج والمواقع الإلكترونية اللي تساعد عن إيجاد الوظائف، هل جنينا ثمارها؟ هل أكو ناس فعلا تعينت؟ أكو ناس اشتغلت من خلال هاي البرامج؟ وش قد العدد اللي ممكن أو النسبة تنطيني أنه أكو ناس بحثت وجدتي ومن خلال البرامج اللي أقامتها الوزارة ولقوا عمل واشتغلوا؟ وش قد النسبة؟ احنا انا ما اقدر اعطيك نسبه دقيقه، لكن انت تعرف احنا هاي المنصه اللي تكلمت عليها انطلقت ب 1/3 من قبل معالي السيد الوزير احمد رتب المحترم. فتعرف هي تجربه جديده، يعني احنا متابعين بشكل كبير هذا الموضوع، يعني ان شاء الله الايام القادمه سوف نرى توفير طلب كبير للباحثين عن العمل. احنا اضافه الى احنا من خلال اللجان التفتيشيه واضافه الى الشركات الذي يستقطبون العماله الاجنبيه، احنا ملزمين جميع اصحاب المشاريع بتشغيل 50% من العماله الوطنيه مقابل العماله العراقيه. هذا بيساهم ايضا بتشغيل شبابنا. زين، يعني ممكن نشوف هذا الرقم المليون و700 الف ممكن يقل تدريجيا بالايام والاشهر القادمه؟ ان شاء الله. طبعا احنا جادين بكل الحكومه جاده بهذا الموضوع، لكن انت تعرف هذا الرقم يعني احتمال مراتب تعد او تنزل حسب التسجيل، يعني تعرف انت الخريجين سنويا ايش قد يتخرجون مقابل 60,000 سنويا، فهذا اكيد مباشره يسجل كعاطل عن العمل لغرض يعني فكره انا احصل على فرصه عمل، فهذا الرقم يتعد او ينزل، لكن احنا كوزاره عمل جادين يعني ماخذين الموضوع بمحمل جد بمعالجه هذا الموضوع ان شاء الله. والله استاذ عباس كلامك مفرح وجميل من خلال هاي الامور اللي ذكرتها، اتمنى لك التوفيق وايضا للوزاره في اعمالكم القادمه. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك ضيف عبر الهاتف استاذ عباس فاضل معاون مدير دائره العمل والتدريب المهني في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، شكرا جزيلا لك. وضحت لنا بعض الامور اللي ممكن كنا نتساءل عنها، امور تخص العمل، قال اكو برامج، اكو منصه، اكو كثير من الامور، اكو تسجيل للاشخاص العاطلين عن العمل اللي يبحثون عن وظائف، وايضا شركات تبحث عن موظفين. حلو هذا الموضوع، اليوم حلو من نشوف اكو تشجيع من قبل الوزاره عن هذه المواضيع، عن الناس اللي ترى مو بس تعيينات يا ناس، مو بس تعيينات دوله. اليوم انت تقدر تشتغل شغل خاص، تشتغل في شركة خاصة، تشتغل في محلات، تفتح لك مشروع. وقال احنا نساعد اللي يريد يفتح له مشروع واللي وغيرها من المواضيع. فلذلك احنا دائما ما يعني نطمح لهكذا مواضيع اللي هو مواضيع العمل الخاص. خلينا نشوف التعليقات، تعليقات المواطنين. محمود يقول صحراء عدنا ومي عدنا وشمس عدنا وإيد عاملة عدنا، الله موجود. إيه ليش والله موجود، ليش ما نزرع؟ والله ما أدري يا حبيبي، الزراعة جاي نزرع، وأكو أشخاص وناس معينين للزراعة اللي هو الفلاحين، هاي الشريحة اللي بالمجتمع، فلاحين هاي الناس اللي عندها أراضي، ذولا موجودين، نوجه لهم الحب والاحترام وأجمل التحية. هذول اللي يزرعون وحرثون الأرض، وجاي نشوف احنا هواي عندنا يعني بالسوق خضروات وغيرها من الأمور عراقية، عراقية المنشأ من البلد. لذلك احنا نقول اكو عاطلين عن العمل، اكو خريج يتخرج وما عنده شغل قاعد وساكت، اكو ما عنده شهاده قاعد وساكت. لذلك احنا جاي نقول نشجع على العمل الخاص، استثمروا نفسكم بالعمل الخاص، مو الحياه كلها تعيين. ترى التعيين يعني ايش قد نريد نعين؟ 50 مليون احنا، ما ادري 45 مليون، ايش قد نريد نعين 45 مليون شخص؟ وين يكفي؟
لا بد انه عمل خاص وشغل خاص يعني. فهمي يقول ماكو بالعراق عاطل عن العمل، اكو خريجين واكو غير خريجين، والفئتين يعملون بإجور يومية أقل من سعر كيلو اللحم، وعملهم أغلبهم غير مستمر وبدون ضمان أو تقاعد. الحل الوحيد والجذري هو قانون ضمان اجتماعي، هذا الكلام ضمان اجتماعي، ورفع أجور العمل مع منح وبقاء الرعاية، لأن فئة الكسبة والعمال هي لا تشكل عبئا على الاقتصاد، بل بالعكس هي من تحرك الاقتصاد، وفئة لا تعتبر بطالة مقنعة. الضمان الاجتماعي، أخلي هذا الموضوع بالأعمال اللي ما تابعة للدولة، الشغل الخاص، الشركات الأهلية، الشركات الأهلية، المحلات، الأسواق، غيرها من الأمور، دخل موضوع الضمان الاجتماعي بهذا. خلي ياخذ من راتبي ايش قد يريد ياخذ له مثلا بالسنة، ايش قد، 10,000، 20,000، 100,000، زين، وبالنهاية راح ينطيني تقاعد من تخلص مدة الوظيفة، 15 ايش قد، 20 سنة نطلع تقاعد، ادي راتب. لذلك احنا نقول ضمان اجتماعي، الناس تروح التعيين لان الشغل الخاص ما بي يعني تقاعد. سجاد يقول واسمي مو ياهم، بلكي تتسجله حتى يكمل العدد مليونين. اسمك ليش اسمك؟ اسمك 300,000 يا اخوي. نور تقول واني شو ما حاسبوني وياهم، يعني ترديم، يعني ايش ترديم؟ يعني اكيد حاسبيك. والله اموت اقهر من اشوف الماء يسوى واللي يروح من ورا خشمه للدوام ولا يقدم بضمير يتعين، وان اللي كل همي وطني مقابل الفيس وعلق. بعد تهم الدورين تعين، زين اذا انت مقابل الفيس وتعلقين ليش ما انطيت شغله حلوه؟ تمقابل الفيس وتعلقين، بدال ما مقابل الفيس وتعلقين اسوي لي بيج بالفيس وانت تعرفين، واشتري لي مواد شغلات ابيعها واروج لها من خلال الفيسبوك، واشوف لي واحده بطلبات او شركه مختصه توصل الطلبات اتعاقد وياهم، ابي اجيب لي فلوس كميه حتى لو عمت الداينين، واجيب الغراض الشغلات اللي اريد. عمي بيعي جنط نسائية، جنط، هاي جنط النسائي، بيعي شامبو، اشتر دين تبيعين بيعي، وانت بدال ما مقابل الفيس وتعلقين خوب وفتح الفيس بموضوع مثمر، بيعي اونلاين وراح تستفادين وراح تشتغلين وراح يصير عندك فلوس. ليش ما نفكر بهاي المواضيع احنا؟ ليش كله تعيين تعيين تعيين؟ ما اعرف. علي يقول اكيد وقد ترتفع هذه النسبة بسبب عجز الحكومة عن تفعيل القطاع الخاص، مما يجعل المواطن بضغط مستمر على الحكومة من خلال التعيينات والرعاية الاجتماعية، وهذا فشل كبير. يجب تفعيل القطاع الخاص وفق آلية مدروسة بعيدا عن استغلال المستثمر. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوع وزارة العمل والعاطلين عن العمل اللي هم يا مكثرهم، يعني يا مكثرهم. هذا كان موضوعنا الثالث. موضوعنا الرابع في هذه الفقرة هو موضوع ما أعرف يعني مين نجيب لكم إياه، مين نحكي، مين نبدي به، موضوع صحة كركوك. شو تقول؟ وفاة طفلة تبلغ من العمر 13 عام تناولت، أحزروا وياي شنو تناولت هاي الطفلة؟ حجروا يعني شو تناولت وماتت؟ 3 عبوات من مشروب الطاقة، عبوات 3 نسميها بالدارج قواطي، 3 قوطيات من مشروب الطاقة، عمرها 13 سنة. أيضا موضوع رائج وترند في مواقع التواصل الاجتماعي، 3 عبوات من مشروب الطاقة. هسه أنا ما أحكي أقول هذا اللي يشرب مشروب طاقة لازم يروح يركض هو ليش واحد يشرب مشروب الطاقة؟ على مود راح يشتغل أو يعمل أو يلعب رياضة، يريد جهد، لذلك مشروب الطاقة ممكن يساعد على هذا الموضوع.
بس مو اشرب مشروب الطاقه واقعد لو انام، مو راح يصير مردوده سلبي. خليه ذن على صفحه، اجعله رقابه الاهل. وين رقابه الاهل؟ ليش طفله تفارق الحياه بهذا العمر بسبب موضوع؟ طبعا هي كل قدر ومكتوب من اول ما ننولد راح نموت بفلان ساعه وفلان يوم، والاسباب عديده، بس احنا نقول وين الرقابه؟ طفله تشرب 3 قواطي مشروب طاقه وتموت. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله، لانه بصراحه يعني لو شنو نريد نحكي موضوع صعب. صحة كركوك وفاة طفلة تبلغ من العمر 13 عاما تناولت 3 عبوات من مشروبات الطاقة. ايش نحكي؟ ايش نقول؟ والله الموضوع كارثة يا ناس، الموضوع كارثة. 3 عبوات من مشروب الطاقة. علي يقول الأهل وينهم؟ اي فعلا يعني الأهل وينهم؟ ليش هذا الموضوع؟ ليش؟ احنا نبقى نحكي يا ناس مشروب الطاقة اللي يشربه لازم يصرف يسوي جهد، لازم لو عنده مباراة لو يروح يركض، لو يروح يتمرن، او عنده شغل قوي الراد له حيل، الراد له عافية وطاقة. هو هذا المنطق وهذا العقل هيك يقول. سيف يقول مشروبات الطاقة فقط للعمر فوق ال 18. نوب طلعت بس فوق ال 18. وأيضا باليوم كله 2 عبوة، وبين العبوة الأولى والثانية 5 ساعات لأنه تحتوي على الكافيين. يعني أتمنى من العوائل الكريمة مراقبة أطفالهم. ترى حتى الكبار بالعمر اللي يشرب مشروبات الطاقة بشكل يومي ترى تصير عندهم مضاعفات، تصير عنده زيادة بالدم، على فجأة يموت، زيادة بالدم يصير عنده. هاي هم لازم واحد يدري بيها ويعرفها المعلومة، زيادة بالدم تصير بها كافيين بعد. يعني شو تريد أكثر من هذا؟ ايش نحكي؟ ايش نسولف بعد اكثر من هذا؟ نوار يقول هذا الشيء لو حصل بدوله اوروبيه يتم محاسبه الاهل ويحكم عليهم بالسجن. المفروض يطبق عندنا قانون لمثل هذه الحالات، واللي ما يطلع من حق تربيه الاطفال لا يخلف، واللي حالته تعبانه يخلف 2 فقط. اذا اكثر الدوله تحاسبه وتهدده بسحب الطفل الثالث، ورجاء جماعة تيجي رزقه وياه ابتعدوا عني. أما مشتبى يقول بسبب وجود مادة الكافيين بمشروب الطاقة خلى السكر مال الطفل يرتفع، واحتمال نوبة قلبية لأن شارب هواي كميات. هم الناس الكبار يتضررون منها أحيانا، إلا أروح أشربها لطفل؟ الله يرحمها برحمته الواسعة. أي والله الله يرحمها. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع، اللي هو موضوع وفاة الطفلة اللي تبلغ من العمر 13 عام توفت بسبب شربها لمشروبات الطاقة. أتمنى من الأهل أنه يعني يشوفون أطفالهم، يشوفون أبنائهم شنو جاي يسوون بهاي الأمور. موضوعنا الخامس والأخير في فقرة فيس تو فيس، أنا لحد الآن يصعب أقول رأيي بي، صعب يعني صعب. في سنة 2022، في هذه السنة اللي مضت، وزارة الصحة تقول، تحمسوا للرقم، تسجل وزارة الصحة 903,000 ولادة، 900,000 يعني مليون إلا ولادة جديدة في عام 2022 فقط.
يعني ملاحظين الرقم وياي 903,000 ولادة جديدة في عام 2022 فقط مليون بسنة واحدة فقط. يعني ممكن بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة كل سنة مليون كل سنة مليون، ممكن احنا نصير 100 مليون بغضون غضون 20 سنة. ما شاء الله هسه احنا بال50 مليون. ف يعني اول شيء الله يرزق كل محروم، والله يرزق كل عائلة جديدة او قديمة بالاطفال، واكيد هم ذخر لهم يعني. بس الاعداد هواي، يعني انا عن نفسي كرأيي الشخصي اللي اعرف هواي ما راح ياخذون بي، بس احكي احب احكي 2 كافي، كلش كافي 2، حتى تقدر تأمن مستقبلهم، تعيشهم عيشة كريمة، يلقون وظائف او عمل حر او خاص، يعني ما تخاف عليهم ما تتعب عليهم، سواء ولد او بنت او 2 بنات او 2 ولد، تكبرهم تدرسهم تزوجهم وتشوفون حياتهم. فيعني هلا هلا شوية 2 كافي، لان بس بسنة 22 900,000 وثلاثة، يعني الرقم هذا هواي كلش هواي. خلينا نشوف الموضوع تفاصيله وايضا ردود افعال الناس. تقول وزارة الصحة تسجل 903,000 ولادة جديدة في عام 2022 فقط، يعني اذا ندخل وياها 23 ايش قد راح تصير؟ ما شاء الله هواي كلش هواي الرقم، اصفنوا له زين كلش هواي الرقم. تعليقات فوزات تقول النمو السكاني يجب أن يرافقه النمو الاقتصادي كي نضمن مستقبل هؤلاء المولودين في فوضى هذا الزمن. أما علي حسان يقول يا أخي هذا الشيء مخيف جدا، يعني هو قاعد بالتجاوز لو عنده فقط راتب رعاية وقل شيء خلف من 8 إلى 10. أكثر الناس يقولون يجي رزقه وياه، صحيح هالشي، لكن حبيبي أخذ نظرة بسيطة، هل أنت قادر على تربيته أو بالشارع تشمره؟ لو هل أنت قادر على مصاريفه لو تخليه يتسول ويجد بالشارع؟ هاي أشياء كلها لازم تفكر بيها قبل لا تخلف. وبعد أشياء هواي ترى نجاب الأطفال مو مغالب واحد ورا الثاني، بس المهم يقولون هذا شخص عنده ولد هواي، وبعدين يشمرهم مثل ما هسه الجوامع والمستشفيات وأمة محمد متروسة أطفال لأن أهلهم ما يردون. شوفوا هذا موضوع الخلفة مو فقط عند الناس الفقراء، مو فقط عند الناس اللي ما عندها عمل. أنا هواي أشوف ناس الله ممكنهم وهم هواي مخلفين. فإحنا لازم القانون، إذا سوينا قانون يسري على الجميع لا فقير ولا غني. فإحنا من نجي اللوم ما اللوم الفقير فقط، اليوم الغني هم نفس الحالة، الغني هم يخلف هواي، هم احنا مو مشكلتنا انه ايش ياكل ايش يشرب، وهذا مشكلتنا الاهم انه هواي العدد هواي، هاي مشكلتنا. لذلك انا دائما نقول العدد هواي 2 كافي واسكت بعد 2 كافي. تعليق من مصطفى يقول يعني مليون ما شاء الله ذا كل سنة مليون، بعد 10 سنين صحراء السماوة تصير مجمع بس ماية الثاني. أما شاخوان يقول خير وبركة، الله يرزق كل شخص بالذرية الصالحة. عبد المجيد يقول اللهم زيد وبارك، الله ينطي كل محروم الذرية الصالحة إن شاء الله. هذا كان آخر تعليق بخصوص آخر موضوع في فقرة فيس تو فيس. مشاهدين الكرام فاصل قصير وفقرة ترند يوتيوب، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة ترند يوتيوب. الفيديو الأول، يعني الفيديو الأول خلينا نشوف الفيديو الأول وبعدها نسولف وياكم. جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على عصابة بحوزتها. إيش قد بحوزتها؟
12 مليون حباية مخدرة. دول الأبطال اللي يلقوا القبض عليهم. يعني إذا كل واحد ياخذ مثلا حباية هاي 12 مليون شخص، حبايتين هاي 6 ملايين. وأنت بعد قسم براحتك. هذا هم الأبطال اللي يلقوا القبض عليهم، وبالمناسبة هاي مجموعة واحدة مكونين من 5 أشخاص. خلي نشوفكم الصورة اللي تظهر أمامكم، هذه الصورة، هذول الأشخاص. شوفوا العدد الفظيع، 12 مليون، لا مليون ولا 12 مليون. وذول هم 5 فقط، هاي الكراتين وهاي الحبوب المخدرة. زين، الحمد لله والشكر جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على هؤلاء الناس والعصابات. 12 مليون. من هذا الموضوع نختم حلقتنا لهذا اليوم، ونوجه تحية لأبطالنا، أبطال جهاز الأمن الوطني، على هذه الجهود اللي بذلت من أجل إلقاء القبض على هاي العصابة. وأتمنى أنه شكو واحد يشتغل بهذا الموضوع يتم إلقاء القبض عليه وإيداعه بالسجن، لأن دول يدمرون شبابنا وشباب العراق. مشاهدين الكرام، وصلنا للختام، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة. أقول لكم في مال الله.